أهلا بكم في مال وأعمال، أنا دينا سالم. اتجهت بعض الدول مؤخرا لإعادة فتح اقتصاداتها والتي أغلقت جزئيا خلال الفترة الماضية كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا. سنتعرف اليوم على بعض هذه الدول والإجراءات التي طبقتها لاستئناف النشاط التجاري مرة أخرى، لكن دائما نبدأ معكم بأهم الأخبار في العالم. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن منطقة الساحل الشمالي الغربي ستشهد إقامة تجمعات عمرانية ومشروعات للتنمية الزراعية والسياحية. جاء ذلك خلال متابعته الموقف الحالي لأعمال لجنة حصر تصرفات الأراضي وحل مشكلات المستثمرين بالساحل الشمالي الغربي. وأضاف مدبولي أنه توجد أهمية اقتصادية وتنموية تحظى بها منطقة الساحل الشمالي الغربي، والتي تعد منطقة جذب للعديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. أعلنت وزارة المالية عن مبادرة جديدة لمساندة القطاع السياحي فيما يخص صرف مرتبات العاملين وسداد الالتزامات المالية الواجبة على المنشآت الفندقية. وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط إنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية طرحت هذه المبادرة، والتي تتضمن إصدار الوزارة ضمانة للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5% سنويا على 3 سنوات بدون أي ضمانات. كما تقرر أيضا إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر وإرجاء سداد المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية دون غرامات أو فوائد تأخير. أصدرت وزارة التخطيط تقريراً بعنوان 7 سنوات بناء، والذي يرصد المشروعات المنتهية والجارية بالدولة خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2021. وقالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إن عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها منذ يوليو 2014 تصل ل 25,000 مشروع بقيمة تتجاوز 4 تريليونات جنيه. قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إن رئيس الوزراء وجه بإيقاف التراخيص للمباني الجديدة أو التعليات للمباني السكنية بالمحافظات لمدة 6 أشهر. وأضاف شعراوي أن رئيس الوزراء وجه بأن تكون القرارات مقتصرة على المباني السكنية التابعة للمواطنين دون المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والقومية. وجه اتحاد بنوك مصر تعليمات لجميع البنوك العاملة بالسوق المصرية بضرورة إلزام العملاء والمترددين على البنوك وفروعها المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية بضرورة ارتداء أقنعة الوجه الطبية الواقية أو الكمامات قبل دخول مقار البنوك، وذلك اعتبارا من الأحد المقبل. وأكد الاتحاد ضرورة استمرار البنوك في اتخاذ كافة التدابير الوقائية الأخرى داخل الفروع. اتخذت المملكة العربية السعودية مجموعة من القرارات الاقتصادية في إطار مواجهة التحديات والتداعيات لانتشار فيروس كورونا. وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن هذه القرارات شملت إلغاء أو تمديد أو تأجيل بعض بنود النفقات التشغيلية ورأسمالية لعدد من الجهات الحكومية، كما تضمنت القرارات إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من يونيو المقبل، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءا من مطلع يوليو المقبل. وجهت وزارة الطاقة السعودية شركة أرامكو بتخفيض إنتاجها من البترول الخام للشهر يونيو المقبل بكمية إضافية تبلغ 1 مليون برميل يوميا، تضاف إلى التخفيض الذي التزمت به المملكة في اتفاقية أوبك بلس الأخيرة. وبهذا سيكون حجم التخفيض الذي ستلتزم به المملكة نحو 4 ملايين و800 ألف برميل يوميا.
وتستهدف السعودية من هذا الخفض الإضافي تحفيز الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس والدول المنتجة الأخرى على تقديم مزيد من الدعم لاستقرار السوق العالمي. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن عطلة العمل في روسيا بسبب كورونا ستنتهي وسيبدأ استئناف العمل اعتبارا من 12 من مايو الجاري أي غدا. وكانت الحكومة أقرت خلال شهر أبريل عطلة مدفوعة الراتب في روسيا وذلك لإبطاء وتيرة تفشي فيروس كورونا، وسيتعين على المناطق الروسية تحديد المؤسسات التي سيسمح لها بالعمل وسبل العزل المفروضة على سكان. قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوشن إن أرقام البطالة ستزداد سوءا في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن معدل البطالة الحالي وصل إلى 25%. وأضاف مينوشن أن الاقتصاد الأمريكي سيشهد أداء سيئا خلال الربع الثاني من العام الحالي، لافتا إلى أن إعادة فتح الاقتصاد بشكل تدريجي سينعش الحركة الاقتصادية في الربع الثالث. طلبت شركة أفيانكا ثاني شركات الطيران في كولومبيا وضعها تحت قانون الحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة من أجل إعادة هيكلة ديونها بسبب التأثير غير المتوقع لوباء كورونا. وقالت الشركة في بيان لها إن عمليات شركة الطيران تأثرت بشكل كبير بوباء كورونا، إضافة إلى تدابير الاحتواء في جميع أنحاء العالم. وقدر اتحاد النقل الجوي الدولي إياتا خسائر الإيرادات لشركات الطيران في أمريكا الجنوبية هذا العام بنحو 15 مليار دولار. ارتفعت مبيعات السيارات في الصين للمرة الأولى مع تخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا. وقال اتحاد مصنعي السيارات إن مبيعات القطاع ارتفعت بنسبة 4.4% خلال شهر أبريل الماضي لتصل إلى 2,070,000 سيارة. وأضاف الاتحاد أنه رغم احتواء أزمة كورونا في البلاد إلا أنه من المتوقع أن تهبط مبيعات السيارات بنسبة 15% خلال العام الحالي. تراجع الإنتاج الصناعي في إيطاليا خلال مارس الماضي بأكبر وتيرة هبوط على الإطلاق بسبب عمليات الإغلاق الناجمة عن أزمة فيروس كورونا. وقال معهد الإحصاءات الإيطالي أن مؤشر الإنتاج الصناعي هبط ب 28.4% خلال مارس على أساس شهري مقابل تراجع ب 1% في فبراير السابق له بعد التعديل. تراجعت أسعار النفط بنحو 3% خلال تعاملات اليوم وسط استمرار القلق بشأن زيادة المعروض، إضافة إلى المخاوف من موجة ثانية من وباء كورونا. وهبط خام برنت تسليم يوليو ب 2.5% ليصل إلى 30.19 دولار للبرميل، كما تراجع الخام الأمريكي ب 2.17% مسجلا 24.06 دولار للبرميل. ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بسبب المخاوف من موجة جديدة من الإصابات بكورونا. وصعد سعر الذهب في السوق الفورية ب 13% ليصل إلى 1,705.73 دولار للأونصة، بينما هبطت العقود الآجلة ب 13% لتصل إلى 1,708 دولارات للأونصة. ونتابع معكم أسعار الذهب في السوق المحلية، شهدت انخفاضات بسيطة في تعاملات اليوم. الذهب يقترب من 6,000 جنيه، وصل ل 5,950 جنيها، أما سعر الجرام من عيار 21 فبلغ 744 جنيه.
جنيها. نتحول سريعا لأسعار الدولار الأمريكي في البنوك المصرية، ما زالت تتداول عند نفس الأسعار التي نشهدها على مدى الأيام الماضية. أما أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري فكان فيها تباينا، اليورو متوسط سعره 17 جنيها، الاسترليني 19 جنيها و49 قرشا. نذهب لمتابعة أداء البورصة المصرية في جلسة اليوم الاثنين. EGX 30 شهد صعودا ب 14% تقريبا ليغلق عند مستوى 10296 نقطة. ونجد أن الملاحظة الرئيسية في تداولات اليوم هو ارتفاع قيم التداولات حيث بلغت تقريبا 1.5 مليار جنيه. نذهب لمؤشر EGX 70 متوازي الأوزان، التراجعات فيه كانت 2%، أغلق عند 1104 نقاط. أما مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان والذي انطلق بالأمس فشهد تراجعا ب 1.5%. أما في الأسواق العربية نجد أن السوق السعودية تراجعت 21% تقريبا ليغلق المؤشر عند 6630 نقاط. أيضا هناك هبوط في الكويت بأكثر من 1%. في الإمارات هبوط في دبي قريب من 1%، وأبو ظبي تصعد بشكل طفيف بنهاية التعاملات. مشاهدينا وبعد العالم، بعد الفاصل عفوا، العالم يخطو سريعا نحو انهاء الاغلاق بعد تباطؤ انتشار العدوى بوباء كورونا في بعض البلدان. كونوا معنا. أهلا بكم من جديد. بدأت عديد من الدول حول العالم فتح اقتصاداتها بعد تباطؤ انتشار العدوى فيها، وانخرط البعض بالفعل في بدء نشاطات من شأنها أن تشهد بعض التجمعات، الأمر الذي قد ينطوي على مخاطر محتملة. لكن ما نلاحظه أنه كل دولة اتخذت الإجراءات بطريقة مختلفة في بعض المجالات. لنبدأ معكم بفرنسا التي بدأت عجلة الحياة تعود فيها للدوران مرة أخرى، ولكن بشكل تدريجي اليوم بعد أن شرعت البلاد في الخروج من عزلتها التي فرضها تفشي فيروس كورونا على مدى الأسابيع الماضية. لنتعرف على تفاصيل أكثر من خلال مراسلنا من فرنسا الزميل خالد شقير. مساء الخير يا خالد. ويعني تقريبا في فرنسا بدأ الحظر في 24 مارس، يعني الأيام التي شهدت إغلاق 46 يوما تقريبا. نحب أن نعرف معك كيف هي شكل الحياة اليوم في فرنسا، وما الإجراءات المتخذة لتقليل العدوى مع زيادة الاختلاط بين الناس؟ مساء الخير زميلتي العزيزة دينا، تحياتي ليكي ولكل المشاهدين ولكل متابعينك. بالتأكيد 4 أسابيع بقى فيها الفرنسيين في منازلهم، واليوم ورغم الأمطار التي شهدتها معظم المدن الفرنسية تم الخروج من الحظر رسميا، وكانت يعني أهم الأشياء التي لفتت نظري هو هذه الأهمية الكبرى التي بدأت بتغريدة من الرئيس الفرنسي ماكرون، قال الفيروس تراجع بفضلكم.
عليكم البقاء في التعامل والخروج من هذا الحظر بحذر شديد من اجل صحتكم ومن اجل مجتمعكم. واعتقد ان هذه التغريده تظهر اهميه يعني وعي الشعب الفرنسي. ايضا وزير الصحه الفرنسي فيران من خلال احدى القنوات التلفزيونيه قناه بي ام تي في وجه رساله الى الفرنسيين وطلبهم وقال نجحتم في الحظر الصحي، عليكم ان تنجحوا في التباعد الجسدي والتباعد الاجتماعي. كثير من الوزراء ايضا وزير التجاره الفرنسي برونو لومير وهو اليوم وزير الاقتصاد عفوا وهو اليوم في احد المصانع الفرنسيه قال انه لا صحه بدون اقتصاد ولا اقتصاد بدون صحه. اجراءات احترازيه كبيره جدا تشهدها المدن الفرنسيه وقطاع النقل على وجه التحديد، ولهذا وجدنا وزير الدوله للنقل اليوم في احدى محطات المترو الباريسي باريس ومنطقه ايل دي فرانس، هي منطقه حمراء طبعا بين هذه المناطق الحمراء بما فيها لمايوت، ايضا هي الخروج من الحظر الصحي بدا بها في الفعل ولكن مع اجراءات احترازيه اكثر صرامه منها الاجراءات الاحترازيه الباقيه، وهي مناطق الخضراء التي احدثك منها هنا مثلا من جنوب فرنسا. كما ترين الحركه في الشوارع وبالرغم من الامطار التي يعني تنزل على معظم المدن الفرنسيه لان الفرنسيين مشتاقين للعوده الى الشوارع للعوده الى الحياه مره اخرى، ولكن ما لفت نظري طبعا دينا في هذا اليوم هو الكمامات والتزام الفرنسيين جميعا سواء في وسائل المواصلات او حتى في الدخول الى المتاجر بارتداء هذه الكمامات. الكمامات هي امر ضروري ومفروض، ومن لن يرتدي الكمامه في وسائل المواصلات وفي العمل وايضا في المحلات التجاريه سيتعرض للغرامه 135 يورو في بدايه الامر. غرامات إذن مالية، وأيضا أحب أن أعرف منك خالد ما هي الصورة فيما يتعلق بالطيران؟ ما زال هناك حظر على حركة الطيران حتى نهاية شهر يوليو، هذه مدة طويلة. بالتأكيد أشكرك على هذه النقطة على وجه التحديد. طبعا فرنسا فتحت أجواءها وحدودها لمنطقة شنغن والاتحاد الأوروبي ولكن بنسبة بسيطة جدا، يعني حركة الطيران لا تتعدى 20% من هذه الحركة، وطبعا سيتم قياس درجات الحرارة لكل الذين يصعدون على متن هذه الحركات حركة الطيران، والتنقل سيكون ما بين الدول الأوروبية للعمل، وبصفة خاصة أن هناك رجال أعمال وأيضا طلبة وهناك أسر كان تم يعني باقتصائهم قدر الحظر الصحي، ولهذا التنقل في الطيران سيكون متواجد. ولكن بالنسبه للتعاون او حركه الطيران مع الدول غير الاوروبيه فاعتقد انه لن يكون قبل 15 جويليه او مودي يوليو. نعم. سبعة ان شاء الله، واعتقد ان في موعد اخر سيتم تخفيف هذه الاجراءات شيئا ما في الثاني من يونيو في 2/6، وذلك للتعرف اذا كانت يعني الخروج لم يحدث من خلاله يعني زياده في الاسعار زياده في الاعداد اعداد المرضى وانتشار والخوف من جوله اخرى لفيروس كورونا. نعم. هنا بفرنسا. طبعا نحن نتمنى للجميع السلامة. الزميل خالد شقير استمتع بهذا الرفع للإجراءات الإغلاق، وبالتأكيد سنتابع معك على مدى الأيام المقبلة. مشاهدينا الكرام نبقى في أوروبا ولكن في إسبانيا، حيث خففت إسبانيا في 51% فقط من المدن خففت الإجراءات الاحترازية، لكن هناك استئناف للعمل في المحال التجارية والمطاعم. لنرى كيف ستستأنف هذه الحركة من خلال الزميلة شيماء بكر المتواجدة
في إسبانيا. مساء الخير يا شيماء، وطبعا نحب نعرف منك بداية، الحكومة الإسبانية قسمت يعني العودة التدريجية للحياة الطبيعية لمراحل، نحب نعرف منك المراحل دي هيكون شكلها إيه؟ تحياتي لك دينا وتحياتي للسادة المشاهدين. بالفعل يعني مع بداية شهر مايو وانخفاض منحنى حالات الإصابات والوفيات في إسبانيا، أعلنت الحكومة عن خطة سريعة لتخفيض التقييد والحبس في البلاد لأربعة مراحل، على أن تبدأ من الرابع من شهر مايو وحتى أن تنتهي في مع نهاية شهر يونيو، على أن تكون كل ما بين كل مرحلة وأخرى لمدة أسبوعين تقريبا. المرحلة الأولى والتي بدأت من الرابع من شهر مايو وهي كانت مرحلة تهيئة لتخفيف القيود في إسبانيا مع السماح للأطفال بالخروج لأول مرة منذ 15 من شهر مارس بعدما أعلنت الحكومة حالة الطوارئ. أيضا تم السماح لكبار السن بالخروج في عدد ساعات محددة، وتم السماح للمواطنين برياضة المشي والتريض في الهواء الطلق. هذه المرحلة الأولى، أما إضافة إلى فتح بعض المطاعم ولكن ل يعني احتساء فقط الوجبات المنزلية، ولكن وتم منع المواطنين من الجلوس فيها. أما المرحلة الثانية والتي بدأت بالفعل من اليوم وهي بداية من 11 من شهر مايو، وهي يعني أعلن فيها بيدرو سانشيز رئيس الوزراء أن كل إقليم على حدة يجب أن يخفف التقييد حسب نظرته من النشاط الاقتصادي، خاصة مع الشركات سواء المؤسسات الكبيرة أو الشركات المتوسطة والصغيرة، مع عودة أيضا النشاط الزراعي بشكل كامل. يعني المرحلة الثانية كما يمكن أن كما أشارت إليها رئيسة ولاية مدريد إيزابيل دياز، وأعلنت عنها أنها بالخطوة الخطيرة بعدما أعلنت الحكومة منذ يومين تقريبا عدم امتثال مدينة مدريد أو ولاية مدريد لهذه المرحلة الثانية. لم تكن مدريد فقط بالفعل، يعني كانت مدريد ومعها 6 مدن أقاليم أخرى منها برشلونة، مالاغا، غرناطة، توليدو، كاستيا دي ليون. هذه المدن أعلنت الحكومة أنها لن تتخطى المرحلة المتقدمة من تخفيف القيود، وذلك لزيادة أعداد الوفيات والإصابات بها، خاصة أن بعدما أعلنت وزارة الصحة عدم التزام المواطنين بها بالإجراءات الاحترازية. شيماء، عايزة أسألك سريعا عن حركة الطيران، يعني هل تبينت الرؤية فيما يتعلق بعودة حركة الطيران؟ لم تكن هناك عودة، يعني لم تعلن الحكومة الإسبانية عن عودة مؤكدة لحركة الطيران، ولكن بدأت باليوم بالفعل السماح بالطيران الداخلي داخل الجزر الإسبانية، وكان هناك طبعا في تطور أيضا خطير، كانت هناك شكوى من أول طائرة من مدريد إلى جزر الكناري من المواطنين بأن كانت هناك المساحات داخل الطائرة على الخطوط إسبانية لم تحترم الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارة الصحة بمقعد، يعني لا تحترم المسافات الآمنة يعني. بالضبط، يعني هذا ما حدث، وبالفعل يعني أعلن وزير النقل اليوم تحويل المسؤولين في الخطوط الإسبانية إلى التحقيقات. أيضا هناك تقرير أيضا خرج اليوم من ترو إسبانيا وهي إحدى الوكالات التابعة لوزارة التجارة والصناعة والسياحة، أعلنت فيه انخفاض حركة الطيران خلال الربع الأول من هذا العام إلى 23.2%. أيضا أعلنت أن من المتوقع من شهر مايو حتى شهر مع نهاية يوليو سيكون هناك انخفاض في حركة الطيران الدولية بما يعادل 32,100,000 مقعد مقارنة بالعام الماضي، بما يعادل تقريبا 30% انخفاضا خلال الربع الثاني من هذا العام. طبعا يعني أزمة كبيرة تتعرض لها شركات الطيران في إسبانيا، شركة
الشركه الايبيريه، واعلنت ان يعني حجم الخساره التي تعدت لها خلال فقط الربع الاول من هذا العام مليار و683 مليون يورو خلال بدايه من ازمه كورونا وحتى الان. شكرا جزيلا لهذه المتابعة الزميلة شيماء بكر مراسلتنا في إسبانيا. نذهب سريعا مشاهدينا الكرام إلى ألمانيا التي تبدو الأكثر حرصا على تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث أن جميع المواطنين يرتدون الكمامات ويطبقون التباعد الاجتماعي. لما لا نتعرف على مزيد من التفاصيل من مراسلنا في ألمانيا الزميل عربي مرزوق. مساء الخير عربي. وطبعا ألمانيا معروفة بالانضباط الشديد، وكان في أيام طويلة تقريبا 35 يوم من الإغلاق. نحب نعرف كيف بدأ المواطنون في ألمانيا ممارسة الحياة بشكل طبيعي اليوم. أهلا بك أستاذة دينا. الحقيقة النهاردة بدأت المرحلة الثانية من مراحل تخفيف الاجراءات الاحترازيه في المانيا بفتح جميع المحلات في المانيا في عموم المانيا بالكامل. الحقيقه في خطه تدريجيه بيتم العمل بها في المانيا، اعلنت عنها المستشاره الالمانيه انجيلا ميركل مع رؤساء الوزارات من يوم الاربعاء اللي فات، بفتح جميع المحلات بدايه من النهارده. المطاعم كمان فتحت النهارده سواء في برلين او في جميع الولايات الالمانيه، ولكن الناس او الزبائن بتاخد المأكولات اللي بتطلبها معاها وهي ماشيه. ولكن المطاعم هتبدا تفتح بتدريج وتستقبل زبائن جوه المطاعم بدايه من يوم الجمعه الجايه بطريقه تدريجيه لحد نهايه الشهر، على ان تفتح جميع الفنادق في المانيا بدايه من يوم 22 مايو الجاري حاليا. خطه تدريجيه لفتح جميع المحلات، جميع الفنادق، جميع المطاعم، جميع الشركات في المانيا، خطه تدريجيه خلال شهر مايو. الحقيقه المستشاره الالمانيه انجيلا ميركل هي من اكثر الناس اللي كانت بتطالب بغلق الحدود والاستمرار في تطبيق الاجراءات الاحترازيه لحد نص شهر مايو او يمكن لحد نهايه مايو، ولكن المستشاره الالمانيه انجيلا ميركل في الحقيقه استسلمت في النهايه او رضخت لكل الضغوطات اللي وقعت عليها من رؤساء وزراء الولايات نتيجه الركود الاقتصادي اللي حصل في المانيا. في النهارده احصائيه طلعت من معهد ايفو، ده معهد جامعي، معهد اقتصادي موجود في جامعه ميونخ، بيقول ان 58% من تم تسريحهم من عمال المطاعم، 50% تم تسريحهم من عمال الفنادق، تقريبا 43% تم تسريحهم من عمال شركات السياحه ووكالات السياحه في المانيا. كل الركود الاقتصادي وتسريح العمال هو اللي ادى في النهايه ان المانيا تبدا من النهارده اجراءات الفتح التدريجي. الحقيقه الناس كلها ملتزمه، انا لسه راجع دلوقتي من بره، هو النهارده يوم ممطر جدا في برلين الحقيقه، لكن الناس كلها موجوده بره. برلين تحولت الى طابور طويل، كل الناس متكدسه على المحلات خاصة محلات الملابس. بالفعل بيحترموا المسافات الأمنة، يعني في متر ونص مثلا ما بين الأشخاص في الطوابير، ولا الصورة كيف تبدو؟ في الحقيقة الناس كلها ملتزمة من البداية. الصورة النهاردة بين المشاهدات اللي شفتها، الناس كلها ملتزمة هنا في ألمانيا بأكثر من متر ونص كمان، في ناس بتقف على بعد مترين وثلاثة متر، والناس كلها مرتدية كمامات. لما أي حد يدخل أي سنتر فيه أو أي محل فيه أمن واقف على الباب، اللي معهوش كمامة ما بيدخلش. فالناس كلها ملتزمه بالكمامات والاجراءات الاحترازيه، لان الحكومه هنا من البدايه رهنت على المواطن. الحكومه عملت اجراءات احترازيه، المواطنين ملتزمين من قبل حتى فرض الاجراءات الاحترازيه منتصف مارس الماضي. الناس كلها هنا ملتزمه. الازمه الوحيده اللي موجوده في المانيا حاليا ان في بعض البؤر اللي حصل فيها انتشار دلوقتي في بعض المدن الالمانيه اللي تم اغلاقها مره ثانيه من امبارح. طيب احنا هنتابع معاك بكل تأكيد ومع كل الزملاء في العواصم المختلفة لنعرف كيف تعود الحياة مرة أخرى في هذه المدن. الزميل عربي مرزوق من برلين، شكرا جزيلا لمشاركتك. مشاهدينا، وبعد الفاصل، الولايات المتحدة تتجه لإعادة فتح الاقتصاد وتحذيرات من تفاقم أزمة البطالة. في الولايات المتحدة عدة ولايات بدأت تخفيف تدابير الإغلاق وسط تجديد الرئيس دونالد ترامب على إعادة فتح الاقتصاد والعودة للحياة الطبيعية
رغم المعاناة المحتملة. لمزيد من التحليل ينضم إلينا مباشرة عبر سكايب من الولايات المتحدة الأستاذ شريف خرشد، الرئيس التنفيذي لشركة AQTAC، وطبعا حضرتك متواجد في دالاس بتكساس. أحب أعرف من حضرتك بداية يعني كيف تبدو الأجواء في هذه الولاية المهمة، وما هي انطباعات الناس بخصوص إعادة الفتح؟ أهلا بحضرتك وأهلا بكل سادة المشاهدين، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. بداية، ولاية تكساس تعد من الولايات الكبيرة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ظل الظروف أزمة كورونا اللي احنا بنمر بيها وفي الولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة والعالم أجمع، حصل يعني شبه إغلاق كامل لكل الولايات منذ يعني اتخاذ التدابير اللازمة والاحتياطات لهذا الفيروس. يمكن من بداية الأسبوع دوت تقريبا بدأت بعض الولايات في فتح جزئي لبعض الأماكن الاقتصادية والمؤسسات، زي على سبيل المثال مثلا سلسلة المواد الغذائية أو بعض المشاريع الاقتصادية أو المصانع بصفة عامة، لكن الحكومة الأمريكية وجهت أن يكون هذا الفتح يكون تدريجي على مراحل، مرحلتين تقريبا أو ثلاثة، كل مرحلة بتشمل حوالي 14 يوم. في ولايات كثيرة بدأت بالفعل الأسبوع ده، غير تكساس زي جورجيا، ألاسكا، كولورادو، بدأت يعني في البدء في فتح بعض المشاريع والمؤسسات الاقتصادية تدريجيا. ممتاز. طيب، فيما يتعلق بالسفر وإعادة فتح الحدود مع الدول الخارجية، هل هناك أي إجراءات أو قرارات فيما يتعلق بهذا الشأن؟ في الحقيقة فندم، الإجراءات اللي بتتم الآن في الولايات المتحدة الأمريكية هم بيهتموا أولا في الداخل، ثم بعد ذلك هنزوروا إلى الخارج، لان في بعض الولايات الكثيره جدا، ويمكن برضو الناس المسؤوله هنا عن الطب او الصحه العامه حذروا ايضا من ان احنا نفتح يعني كل المجالات مره واحده، ولازم يكون الموضوع بالتدريج. مما لا شك فيه ان الطيران بالتحديد كمان يعد من الحاجات والصناعات الاساسيه والتنقل والسفر الى اخره. اعتقد ان هيتم اتخاذ بعض الاجراءات والاحتياطات اللازمه والصارمه، وخصوصا في المطارات والموانئ، وليس دفعة واحدة لكن هتتاخد بالتدريج. يعني على سبيل المثال النهارده لو في حد هيسافر داخل الولايات ممكن يتعرض او يخش او بحسبة من الاجراءات لفحصه والكشف عن اذا كان عنده اي اعراض، لكن بصفة عامة الى الان لم تتضح الصورة كاملة. كل الحوارات او كل النقاشات وكل الاجراءات بتتم الان داخل الولايات المتحدة. أما أستاذ شريف، لدي سؤال أخير وعذرا للمقاطعة لأنه يجب أن نختم سريعا. هناك آمال من عدد كبير طبعا من الاقتصاديين المتفائلين بأنه الاقتصاد الأمريكي سيستطيع تجاوز هذه المحنة سريعا، ما رأيك وأنت تعمل في قطاع الاستشارات المالية، هل تظن أنه هذا يمكن أن يحصل بالفعل؟ طبيعي يا فندم جدا، كل الاقتصاديين بيأملوا ذلك، وخصوصا هناك في بعض التصريحات ممكن بيتم التصريح بيها للتفاؤل العام في الشأن الاقتصادي. لكن مش هننسى ان النهارده في مؤسسات كبيره جدا تعرضت لخسائر كبيره، زي جنرال الكتريك بنسبه 8%، شركه بوينج اللي اكبر شركات صناعه الطيران ايراداتها انخفضت بنسبه 48%. في حاجات كثيره جدا كمؤشرات حقيقيه وارقام على الورق لا تؤدي الى هذه الصوره، لكن بنأمل طبعا ان الاجراءات الاقتصاديه والتحسينات دي يعني يتم التعافي سواء في امريكا او في العالم حقيقه، لانها كلها توقعات. ولا ننسى ان تاثير ازمه كورونا لن يكون في الولايات المتحده الامريكيه فقط بل على العالم اجمع. يعني شكرا جزيلا لمشاركتك الاستاذ شريف خرشد، الرئيس التنفيذي لشركه AQTAC للاستشارات الماليه من الولايات المتحده. مشاهدينا، هذه نهاية مال وأعمال لليوم. أشكركم جزيلا على المتابعة، ونراكم دائما على كل خير.